أهلا بحضراتكم مرة تانية في صوت الناس، أكثر من موضوع وأكثر من محور في الحقيقة هنحاول نغطيهم كلهم النهاردة في فقرتنا في صوت الناس مع الكاتب الصحفي الأستاذ أسامة الدليل، رئيس قسم الشؤون الدولية بالأهرام. أستاذ أسامة أهلا بك. أهلا وسهلا يا فندم. أستاذ أسامة، يعني الموضوعات كثيرة بس خلينا نبدأ بالأحدث أو الأكثر حداثة. نبدأ بإعلان المشير عبد الفتاح السيسي بالأمس استقالته، وأيضا نيته للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. يعني أخشى ما أخشاه إن إحنا بنتعامل مع هذا الحدث وكأنه قرار خده السيسي. ده قرار ده أخده الشارع. فإذا ما استجاب للقرار نقول الراجل خد القرار ده إزاي؟ الشارع قال له اترشح، نزل على رغبة الشارع. يبقى إذا أنا لازم أحط علامة استفهام أو أفهم، يبقى أفهم الأول الشارع اللي استدعاه استدعاه ليه؟ ولماذا استدعى الرجل وهو في الخدمة العسكرية؟ ولماذا أصر على أنه يأتي بشخص من خلفية عسكرية؟ الشارع مش شخص السيسي. السيسي كل اللي عمله أنه استجاب للشارع. تفتكر الشارع عمل كده ليه من وجهة نظر حضرتك؟ بينما فيه ناس الشارع ما استدعاهمش، هم عايزين يترشحوا، ومن ثم واحد فيهم قرر أنه يترشح والتاني قرر ما يترشحش. بينما الشارع لا عيط على ده ولا هو اللي زق ده. يبقى احنا هنا في موقف في الحقيقة ما نكلمش فيه بقى على السيسي ترشح، الشارع عايزه ولا مش عايزه، ولما عايزه الشارع عايزه ليه، ويا ترى صحيح كانت قضية الشارع ثلاث سنين ان احنا عايزين واحد مدني بقميص وبنطلون وخلاص، ولا عايزين قيادة؟ هل الحكاية ان مصر كانت في احتياج لرئيس ام لقائد؟ في فرق بين اللفظين. الاولانية وظيفة، التانية دور اجتماعي. ومصر دلوقتي محتاجة ايه؟ سياسي. تفتكر مصر عايزة ايه؟ نكلم الناس. انزل الشارع بقى قول له انت عايز ايه، هيقولك عايز اكل واشرب، عايز الامن، عايز دولة اعيش فيها، لان انا بقيت عايش في فوضى. مش كده ولا ايه؟ حسب بقى طلبات الناس فصل لي بقى قيادة. من يستطيع انه يوفر ده؟ كانت خلفيته مهندس، كانت خلفيته طبيب، كانت خلفيته ضابط شرطة، كانت خلفيته ضابط جيش. طالما انك قادر على تلبية هذه المطالب وقادر ايضا على انك تجمع الناس للحد الادنى من الاجماع الوطني، لان هي دي اكبر مصيبة بتواجهنا، اذا انت قادر على ده فانت مرشح الجماهير. طيب، وحسب كلام حضرتك ان الشارع هو اللي طلب المشير السيسي او هو اللي رشح المشير بالزبط. السيسي حضرتك ده رأيك، لان الشارع عايز شويه حاجات، 1 2 3 4، ايه اللي خلاهم يبلوروا في كان المشير؟ جزءا من حزب سياسي. حزب سياسي يريد الوصول للسلطه، فكان مرشح الحزب السياسي الفلاني للوصول الى رئاسه الجمهوريه؟ ابدا ابدا. ده راجل فوجئ بان الشارع عمال الاول يديله تفويض، بعد كده يطالبه بالترشح للرئاسه، بعد كده راي فيه قطاعات في الشارع عايزاه. انت قلت لي خلينا نتكلم عن الشارع، لان قرار الشارع مش قرار بالزبط. السيسي وبيسمى السؤال ليه الشارع بلور كل هذه المتطلبات حسب راي حضرتك في شخصيه المشير السيسي؟ نرجع بقى مش شخصيته بقى، خلي بالك ما يمثله، لانه شخصه ذات نفسه الناس ما خبرتوش. كان في العمل السياسي هو رمز لمؤسسه واقفه في ظهره، لبس الزي بتاعها حتى وهو بيقرر الترشح. في ناس شافت ان ده ما كانش ايجابي، مش صحيح. في ناس شافت ان ظهوره بالزي العسكري على التلفزيون المصري ما كانش ايجابي، وبدات بعض القنوات استخدم تاخذ هذا وتنتقده. يعني استخدم الادوات التي يملكها. اذا كانت الناس طالبه حد من القوات المسلحه فهو واحد اهو لابس لبس القوات المسلحه وبيستجيب كانه يؤدي عملا وطنيا قتاليا زي اي حاجه عادي. ده ذكاء، ده اسمه ذكاء، انما ما ياخدش اكبر من حجمه خالص، يا دوبك هي دي حدوده. انه الراجل قاعد بالزي العسكري، انتوا عايزين المؤسسه العسكريه في حياتكم، عايزين المؤسسه العسكريه وفكر المؤسسه العسكريه هو الذي يدير الحياه المدنيه، اديني وافقت على طلبك، مش انا اللي جاي استجدي اصواتك. لا، خلي بالك انه الاعلام بقالنا دلوقتي 24 ساعة تبدو المسألة وكأن الرجل هبط على هذا المجتمع بالبرشوت وطالب من الناس انتخبوني. مش صحيح الحكاية، العكس خالص. هناك شارع طلب هذا الرجل. ليه طلبه؟ لذاته ابدا. اي ضابط كان موجود في مكانه كان هيعمل اللي عمله في 30/6 و3/7. خلينا بس نبقى واضحين، اي قائد في القوات المسلحة، اي ضابط في القوات المسلحة في مكانه كان هيعمل اللي عمله
المشير محمد. دي عقيده فكريه عقيدة عند افراد القوات المسلحه. حلو. انما هل هو شخصيا؟ يبقى انا كده بعترف انه انقلاب بقى. يبقى انا كده بقى بقول ان الراجل انقلب وانه هذا البطل الذي انقلب انا عايزه. لا، الحكايه كلها في المؤسسه التي اريد لها انها تبقى بعيد عن الشارع، وانها تبقى بره حياه الناس، وانه شغلانتهم يعني يبقوا حرس حدود، وان احنا نخلص بقى من قصه العسكريين في الحياه السياسيه المصريه. بس في هنا شويه تقول لي ان ده قرار القوات المسلحه، موقف القوات المسلحه. دي نمره واحد. نمره اثنين، ان الجيش والشعب في مصر دونا عن بلدان العالم علاقه اخرى. علاقه عضويه، ما تنفصلش، ما ينفعش تنفصل. بلاش مصر الحديثه بناها محمد علي، بناها بالطريقه دي. الجيش هو اللي بنى المؤسسات. بلاش يا استاذ، اذا كانت النظام الجمهوري في حد ذاته، في حد ذاته اللي بالقميص والبنطلون اقسم بالله العظيم ان يحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، ها النظام الجمهوري ده شرعيته ايه؟ استفتاء عملناه، قول لي كيف نشأ في مصر النظام الجمهوري، ومن هو صاحب الشرعية في النظام الجمهوري في مصر؟ ضباط الأحرار بعد. أشكرك. إذن هي قوات المسلحة المصرية. يعني بنعود إلى نفس النقطة بالضبط. هتسقط الشرعية دي، يبقى من حق حفيد الملك ياخد ملك أبوه وجده بقى، خلنا نخلص نبقى ملكية. محدش خد باله من الحكاية دي خالص. خالص. تتحدث عن شرعية القوات المسلحة. شرعية النظام الجمهوري متاخدة منين؟ من قواتك المسلحة. فأنت تعمل في سياق ديمقراطي وفي سياق منظمات وإلى آخره، في ظل شرعية أوجدها أصلا القوات المسلحة المصرية. هنفيها ليه؟ هل أصبحت القوات المسلحة المصرية قوة احتلال في المجتمع المصري؟ هل ينبغي على الشعب المصري أن يتخلص من قواته المسلحة بصفتها القهر وال إيه العبط ده؟ مين اللي بيقول كلام الفارغ ده؟ مين اللي قال ده؟ ومين قال إن القوات المسلحة المصرية هم الإنكشارية، يعني هم جنس تاني، يعني هم المماليك؟ عشان كده لفظ عسكر لفظ قليل الأدب. مش حاجة اسمها عسكر. العسكريين في مصر هم جزء من النسيج المصري. انت ممكن بكرة تكلف تلبس اللبس العسكري. اي شاب النهاردة عمال يتنطط في الجامعة بكرة هيبقى لابس اللبس العسكري. الله، ده انا امبارح كنت بقول اسقط حكم العسكر وبكرة انا مجند. لانه جيشك هو انت. هو جيشك ده جبنا حد لما مؤاخذه شغلناه. طب ليه يا استاذ اسامه، في ناس يعني بعض الناس شافت ان المشير عبد الفتاح السيسي كان حزين امبارح بعض الشيء، وهو يلقي خطاب او كلماته، في ناس بتتكلم على تركه للبدله العسكريه او تركه الى او تركه المؤسسه العسكريه، ده في مشكله. شايف ان في مشكله بقى حضرتك ما بين هذه الاستقاله وما بين الانتخابات الرئاسيه؟ أنا بتكلم على مصر بقى، وضع مصر ما بين هذه الاستقالة وما بين الانتخابات الرئاسية الفترة دي. طب بتطمن ليها؟ خليني بس واحدة واحدة، لأن حضرتك قلت ثلاث أربع قضايا. طيب دلوقتي حاجة. نبدأ بالأولانية. الأولانية التركيز على شخصه، لغة الجسد، نفسيا بتاع كل ده، التركيز على شخص محمد عبد الفتاح السيسي. خلاص ما عادش حول عليه المشير، انتهت انتهى. الآن هو مواطن، مش كده ولا إيه؟ خلاص أنا بتكلم على مواطن، انا مهتم قوي بتفاصيله لدرجه ان لغه الجسد بقت هماني، الخلفيه اللي ده شايفه مش مهم. انا شايف ان انا داخل في برنامج. انا داخل على رؤى، داخل على استراتيجيات. ما احنا بنتكلم، ايه علاقه ده مع احترامي؟ ايه علاقه ده بالدور اللي المفروض يقوم بيه؟ لا شيء. ولكن خلي بالك ان احنا عمالين نركز على الشخص، عمالين نمركز قوي الشخص، وده خطا وقعنا فيه كتير قوي قبل كده، ولا ينبغي ان نقع فيه مره اخرى. انا بتكلم على الاعلام كله على فكره، مش بتكلم على حضرتك، بالعكس في ناس كلمتك في هذا الموضوع. وعلى كل والناس وعلى دي كل كمان بتتكلم على كل المرشحين كمان؟ المفروض التركيز انا على كمان اركز على لغه الجسد بتاعت حمدين صباحي. او ثلاثة او الرابع او الخامس اللي نازل، الباب لسه ما اتفتحش يا استاذ. ووارد جدا ان انا الاقي منافسين تانيين. اهلا وسهلا بيهم. اهلا وسهلا بيهم كلهم. ومش كده وبس، ده انا هتبقى عندي مشكله طول ما انا عمال اركز بقى. السيسي السيسي السيسي، ده انا من دلوقتي وهو يقرر نيته الترشح لازم افكر شويه، ترى الراجل ده المعارضه بتاعته هتبقى شكلها عامل ازاي؟ مش لازم يبقى في معارضه يا حضرات، اكيد اكيد، ولا احنا داخلين على نظام الحزب الواحد. لازم هتبقى له معارضه، واكيد انا وانت بكره هنقعد نعارضه وهو في الحكم. لانه اذا احسن اهلا وسهلا، طيب اذا اخطا هنعمل ايه؟ يجب ان تعارض وتنتقد وتظهر الاخطاء. فاذا كنا من بدايه ترشحه شايفين انه حتى ايماءاته، جسده، اللون، البتاع، يبقى احنا المفروض هنعمل ايه بكره؟
لا ده هيعقد مهمة السؤال، معناه الاستفسار او الاستفهام عن هذه الملاحظات مش مدح. ماشي، هذه الملاحظات بالظبط. اتنين، هل هذه السمات كلها بتديني فكرة عن نوايا الراجل فيها ايه؟ يعني كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده بيقول دماغ الراجل ده، البرنامج اللي فيها للدولة المصرية شكله عامل ازاي؟ في بعض الكلمات اتقالت امبارح تقول مش كده ولا ايه؟ دي في بعض اللقاءات اللي اجراها مع بعض الشخصيات العامه وطلعت صرحت بيها بتقول، يعني بنتكلم في هذا. لكن هل ترقى الى مستوى برنامج؟ لا لسه لحد دلوقتي لا. ممتاز. وعشان كده الراجل اتكلم امبارح قال لازم هيبقى في برنامج واعرض فيه قراءتي ورؤيتي للمستقبل. ده احنا لسه ما وصلناش المرحله دي. ده انا عندي لك بقى المفاجاه الاكبر بقى. هو احنا مش لسه من شهرين موافقين على دستور؟ صحيح. الدستور ده صلاحيات رئيس الجمهوريه فيه ايه؟ هل تسمح صلاحيات رئيس الجمهوريه اللي في الدستور بكل الكلام اللي احنا عايشين فيه ده في ايه يا استاذ؟ هل هناك تضليل ولا احنا ناويين ما نحترمش الدستور؟ ولا احتمال البرلمان اللي جاي يلغي هذا الدستور او يعدل مواد رئيس الجمهوريه اللي فيه؟ شفت بقى السؤال الخطير اللي بيحدثه؟ انا بتوقع كل شيء. لا بتتوقع ايه في اللي حضرتك قلتهم؟ لا برضه حضرتك سالت خمس اسئله وسبت الاجابه مفتوحه. ما بقول لك اهو، انا متوقع ايه؟ ان رئيس الجمهوريه هيبقى بهذه الصلاحيات اللي حضرتك شايفها مش كبيره تاني، ولا البرلمان هيعدلها ولا انا اتوقع كل ما قلته مش حاجه. قوله لي كده تاني، لان كل الاحتمالات بقت قدامك. واحد، اما تعديل صلاحيات رئيس الجمهوريه في الدستور، اسقاط الدستور كله على بعضه وارد ودستور جديد، واما تقليص اللي يحصل تعديل دستور يقلص من صلاحيات رئيس الوزراء في مقابل رئيس منح صلاحيات. أيوة، اكثر. لان انا لما ابص في الدستور اللي احنا وافقنا عليه اللي بموجبه هو جاي رئيس وغيره جايين رئيس، ابص كده رئيس الجمهوريه هيعمل ايه، رئيس الوزراء هيعمل ايه. انا ناس حتى حمدين صباحي بيتكلم في حاجات هي صلاحيات رئيس الوزراء اللي في الدستور مش صلاحيات رئيس الدوله، مش كده ولا ايه؟ ونفس الحكايه، هل انا هطلب كل ده من رئيس الدوله؟ طب ما هو الكلام ده مش موجود في الدستور. يبقى حاجه من الاثنين، يا الراجل مش هيعمل اي حاجه وبالتالي الراي العام هيعتبره زيه زي مرسي كذاب. الراجل طبعا جاي علشان الراجل ينفذ. بتتكلم على اي حد هيبقى رئيس جمهوريه؟ جاي علشان عنده رؤيه كبيره، رؤيه كبيره دي الدستور ما يمكنوش منها. هنعمل ايه بقى؟ هتستنى الانتخابات البرلمانيه وتستنى تشوف البرلمان اللي جاي شكله هيعمل إيه؟ ايه بقى شكله ايه؟ وبعدين الاغلبيه اللي فيه هتجيب له انه رئيس وزراء ارياف هيمشي معاه، هيبقى دماغه ولا هنقعد نشيل ونحل ونحط؟ اشكرك. يبقى احنا في الحقيقه ضخمنا من حكايه، والحكايه دي مش بالضخامه دي قوي، لكن تعالى ناخدها بطريقه تانية. احنا عايزين الراجل ده يبقى رئيس جمهوريه، موافق يا سيدي؟ انت حر، انت حر. الراجل مين حضرتك بتتكلم على مين؟ سين او صاد. آه. انت تريد هذا الرجل رئيس الجمهوريه، سيادتك هتعمل ايه لكي تعينه؟ انت عايز وعايز وعايز. ايوه، بس انت كمان تعرف تدي ايه. هدي لك مثال من مطرح انا ما وقفت. الدستور اوجب على الدوله تلتزم الدوله 56 مره. منين؟ بموارد منين؟ منين؟ مفيش عمل، مفيش ضرائب، مفيش التزامات. يبقى الدستور ده ما سواش الحبر اللي كتب بيه. خلاص، احنا نفس القضيه، لازم نبقى عاقلين شويه. والعقل بيقتضي ثلاث اربع حاجات. واحد، نحن لازلنا ننظر الى المرشح من زاويه مدني وعسكري. مش ملاحظ؟ مش كل الناس. لا، حتى هذه اللحظة يعني مش كل الناس يا لازلنا حتى هذه اللحظة. وعلى فكرة هقول لك ليه، وحتى اللي بينظروا دول مش كلهم معترضين أو غير موافقين على مرشح باعتباره أنه مدني أو عسكري. في ناس مؤيدة لهذا المرشح باعتباره يحمل هذه الصفة، مش كده؟ بس برضه هتفضل القضية هي قضية مدني وعسكري. طيب هو مين اللي حط في أوهامنا حكاية مدني وعسكري؟ هو الشعب المصري عسكر وحرامية؟ مش صحيح. لكن الإخوان منذ 11 فبراير 2011 وهم طول الوقت عايزين يستخدموا غضب الجماهير بوصفه ثورة مضادة لثورة 52، وإن سبب مصايب مصر إن ناس من خلفية عسكرية هي اللي حكمتها. كأننا وقعنا في الفخ بتاعهم. لا يا حبيبي، كلنا مصريين، لابس ميري زي لابس مدني، هم بيستندوا إلى إن الحكام كلنا ثورة 25 يناير كلهم كانوا يعني بالشكل عسكريين. ده بالشكل ده مثلا عبد الناصر يبقى كوخ يعني؟ ما هو ده الموضوع بقى. انت مشكلتك الحقيقه مع عبد الناصر. طبعا بالنسبه لهم انت بتصفي حساباتك مع عبد الناصر كده. عبد الناصر كده مش كده ولا ايه؟ انما الحقيقه مين اللي اعطى لهذا المجتمع وبنى في هذا المجتمع؟ القضيه مش قضيه انك عسكري ولا مدني خالص. مش صحيح، مش صحيح. تعتقد ان ممكن يلعب على هذه النقطه في الانتخابات القادمه؟ فرنسا في المرشحين اللي بيقول عليهم مدنيين؟ فرنسا ممكن يلعبوا على ديمقراطيه دي؟ طبعا دي جولد يطلع ايه؟ صحيح. طيب كروسفيلد يطلع ايه؟ ايزنهاور يطلع ايه؟
مع احترامي يعني كل ده كلام عبيط ما ينفعش يتقال. ممكن حد يلعب على النقطه دي يا استاذ اسامه؟ طبعا في الانتخابات الحاليه والعنف اللي طالع والاخره كل ده هيلعب على كل شيء. لكن خلينا اقول لحضرتك انه ان الاوان ان احنا نطلع من دماغنا شويه اوهام كده. وهم منهم ان الدوله الديمقراطيه المدنيه ينبغي ان تكون دوله رخوه ما يكونش فيها عسكري واحد. لا، الكلام ده كلام فارغ. ان حقوق الانسان. طب وايه الارتباط ما بين ان ده هتبقى دوله رخوه وان ما يبقاش فيها عسكري؟ يعني ليه رابط الاثنين ببعض؟ الرابط الاثنين ان العسكري حاسم وحازم، وانه اليد كده بتطفي عكس هذه الصفه على الاخرين. ما بالظبط، اليد اللي طايله كويس لفرض الامن والنظام والقانون في الغالب العام هي يد فيها سلاح، سواء كانت هذه اليد هي يد تطبيق القانون داخليا اللي هي الشرطه، او يد تطبيق السيادة على الأرض اللي هي القوات المسلحة. لو نلاحظ شوية هنلاقي إن الهجمة اللي حضرتك دلوقتي اللي بتفرق ما بين من هو عسكري ومن هو مدني، لما تقول لي أنا بشرح، أنا والله العظيم بشرح، الحزم وهو عسكري يبقى لسه بشرح عسكري. أبوك سيبني أكملها، أبوس إيدك يعني. لا تقرب الصلاة، أنا مش كافر. العفو خالص. القوة اللي موجودة دلوقتي ضد العسكر، ضد الشرطة، ضد القانون. طيب هل الديمقراطية معناها إن ما يبقاش فيها قانون؟ عشان يبقى في قانون لازم يبقى في قوة تنفذ قانون، مش كده؟ علشان تبقى دولة ديمقراطية حرة ذات سيادة لازم عندك جيش قوي، أكيد مش كده؟ طيب هذه الأدوات أنا بحرم نفسي منها في مقابل الديمقراطية، يبقى أنا مش عايز بقى دولة ديمقراطية، ده أنا عايز عيش فراخ. خليني أقول لحضرتك إنه جانب كبير من التحليل النفسي الاجتماعي للمواطنين اللي عايزين السيسي إن الناس دي عايزة تحس بالأمن وتحس إن هناك قوة صلبة قادرة على ضبط الشارع وضبط الانفلات واللي عمال يحرق. قول لي بالذمة يعني انت كده بتتكلم على شخصية المرشح ولا بتتكلم على خلفية المرشح؟ انا بتكلم على رؤية الناس وصورة الناس للي جاي. انا بسأل حضرتك يعني القوة دي بتأتي من شخصية الرجل ولا من خلفيته؟ اخشى ان حضرتك فاهم كلامي كله غلط من ساعة. طب ليه بنحاول اهو يا استاذ؟ اخشى ليه؟ ليش حضرتك بتقول منذ ان بدأت؟ ارجوك خلينا اكمل جملتي. اتفضل. انا عايز 30 ثانية. طيب. مش عايز اكتر من كده. دقيقتين. لا 30 ثانية. طيب يلا. اقول لك فيهم ان انا بناقش الناس الذين يطمحون والذين يريدون. اناقش الارادة التي اتت بهذا الرجل، لا اناقش هذا الرجل ولا غيره. لان الشارع زي ما قلت. لو انا ناقشت هذا الرجل او غيره لو وقعت في المحظور انا وانت ان احنا اما اننا نروج لهذا او نروج لذاك. عشان كده انا وانت لازم نخرج بره هذا الموضوع ونناقش بقى الارادة الشعبية. الارادة الشعبية عايزة رجل قوي. انا ماليش دعوه بقى الراجل القوي ده هيطلع مين. لكن الاراده الشعبيه عايزه رجل قوي، عايزه قوه صلبه باطشه لضبط الشارع، لان الشارع مليان انفلات، اما لظواهر اجراميه واما لظواهر العنف اللي وراها الاهداف السياسيه. طيب هل معنى ذلك ان انا عايز رئيس يلم عيال الجامعه؟ هل انا عايز رئيس ينفذ احكام الاعدام اللي بالجمله؟ انا بتكلم على الشارع ما بتكلمش على الشخص. طيب هل ممكن توصل حجم مطالبي الى اني اتحول من دوله ديمقراطيه الى فاشيه والى ديكتاتوريه؟ ما هو المشكله عندنا ان احنا بقى، احنا اللي هو الاعلام مش مؤسسه الرئاسه، احنا الاعلام، احنا الذين نعلم ونربي هذا الشارع. طيب استاذ حضرتك بمناسبه الانفلات وبمناسبه العنف اللي اتكلمت عنهم منذ دقائق، احنا كنا قلنا للناس ان في عدد من الاشخاص يعني اقتحموا مدرسه خاصه على طريق المصري الاسماعيليه الصحراوي وان في اصابات، نعرف تحديدا ايه اللي حاصل في الموضوع ده. الدكتور خالد الخطيب رئيس الاداره المركزيه للرعايه الحرجه. دكتور خالد اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. دكتور خالد اخر التطورات في هذا الامر. والله طبعا للاسف هو كان تعدي من احد الناس على العاملين في داخل المدرسه ونتج عنه 8 حالات اصابه. هو شخص واحد اللي تعدى؟ لا هو اكتر من واحد طبعا، احنا يعني النواحي دي يعني مش تمام بتهمنا قوي، ولكن بيهمنا المصابين حالتهم الصحيه. تم نقلهم الى مستشفيات السلام العام ومستشفى الشروق اللي على الطريق هناك. وتم التعامل معاهم داخل المستشفى. موقع المدرسه فين بالظبط يا دكتور خالد؟ لا تحديدا والله ما اعرفش، بس هو اللي دخلنا عليها زي ما بقول لحضرتك مستشفى السلام ومستشفى الشروق. طيب المصابين حالتهم ايه دلوقتي؟ حالاتهم متوسطة، في بعض الحالات كدمات وجروح وبعض الحالات اشتباهات كسور، بيتم التعامل معاهم وتعمل ليهم جميع الفحوصات اللازمة وهم حاليا لسه في المستشفى. بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة بوزارة الصحة. وأعود للأستاذ أسامة الدليل، كنت بتتكلم على إن الناس عايزة حد قوي بغض النظر مين هو، تلاقي عايزة حد قوي، حد يلم اللي بيحصل في الجامعة. مظبوط.
ويلم احداث العنف اللي بتحصل دي ويكون عنده قدره على السيطره عليها. مظبوط. وايضا ان يكون هناك قانون يحقق العدل، يعني ان ده يتم بشكل عادل، ما يتاخدش العاطل في الباطل. ودي مساله بقى ما هي سهله. ايه اللي انا بناقشه معاك دلوقتي؟ هو صحيح انت رتمك سريع معايا لانه اكيد عندك اسئله كتير، لكن انا عايز اقول لك انه وفاهم اجاباتك صح والله كلها. قضيتنا خطيره في الحقيقه، اللحظه الحاضره. ايه شكل التغيير اللي احنا عايزينه بعد 3 سنين؟ بعد 3 سنين ايه شكل التغيير اللي احنا عايزينه؟ لو كان المشير طنطاوي رشح نفسه للرئاسه كان الناس هتقبل ده؟ قول لي حضرتك. ابدا. ليه؟ في هذا التوقيت ابدا. ليه؟ النهارده بقى بعد 3 سنين احنا عايزين شخص من مرجعيه عسكريه. طب قول لي الفرق. الفرق انه مع وجود الانفلات الامني وتراكم الانفلات الامني وحرق منشات الدوله واهدار المال العام وباسم الثوره والشرف والطهاره الثوريه، لا ده احنا عايزين الدوله الاول. الدوله بتضيع مننا. هيبه الدوله بقت مطلوبه، لانه في ظل غياب هيبه الدوله لقينا مصيبتين سود. المصيبه الاولى واحد صلى ركعتين فافتكر نفسه صحابي ونبي، والتاني طلع مظاهرتين فافتكر نفسه جيفاره، والاتنين هم الطهاره والشرف، واحنا بقى لا مؤاخذه اللي بلاش. عبيد البياده والكفار والعلمانيين ايه المصيبه السوداء اللي احنا فيها دي؟ هل تقع مصر الدوله، مصر التاريخ اللي بقى لها 7000 سنه في ايدين شويه العيال دول؟ واحد صلى له ركعتين فتصور انه ربنا استغفر الله العظيم يقول ده حلال وده حرام، يحيي ويميت، يسيب ده ويقتل ده، غبا ايه اللي احنا فيه؟ وبرضه عيل تاني بالمولوتوف وبالترامادول بيفرض ارادته على الشارع مقابل لا شيء. يعني تعالى يا حبيبي انت عايز ايه؟ انت عامل مشكله مع الشرطه ونازل ضرب وتكسير حجاره وطوب ومولوتوف على عيني، طلباتك اهدافك هدي اخرك مفيش. تفتكر ان الرئيس القادم المفروض تكون جزء من مهامه اللي حضرتك بتقوله دلوقتي رئيس الوزراء انه يتكلم انت تعالى عايز ايه؟ تاني طلباتك ايه؟ تاني رئيس الوزراء ده شغل مين في الدستور؟ برضو رئيس الوزراء. بس احنا خلينا نتكلم بكل صراحه يا استاذ اسامه، مع احترامي لكل الصلاحيات اللي موجوده لرئيس الوزراء في الدستور، احنا عندنا برضو الرئيس دائما ليه قيمته. ما فيش حاجة اسمها رئيس الوزراء هيبقى ليه صلاحيات. طب إذا كان ده قيمة الرئيس عندنا، ليه قلصنا صلاحياته في الدستور؟ غلطنا الغلطة دي ليه بقى؟ ليه قصقصنا جناحاته في الدستور؟ ودلوقتي لا، ده احنا عايزين الرئيس اللي صلاحياته ضخمة جدا. شايفها غلطة متعمدة؟ لا، أنا شايف إن اللي احنا بنعمله دلوقتي هو اللي غلطة متعمدة، وهو إن احنا نطلب من رئيس الجمهورية طلبات لا يمكنه بموجب الدستور أن يقوم بها. الأخطر من ده بقى ان يطلع مرشح يعد بذلك. هي دي الكارثه الكبيره، لانها مش في ايده. اذكرك انت مستند الى ايه؟ ايه صلاحياتك في الدستور؟ مش ده، مش من حقك يا استاذ. الاحزاب اللي المفروض يبقى ليها نواب في البرلمان هي اللي المفروض تتكلم في ده. نيجي بقى للاحزاب. هو ايه وضع الاحزاب المصريه في اللحظه الحاضره اللي انا وانت بنتكلم فيها؟ شفت بقى ان انت اللي بتتكلم برتمك سريع. الاحزاب المصريه احنا فعلا انا وانت مضغوطين. انا سعيد وعايزين من خلال الوقت سعيد. ان احنا طيب نعمل ايه؟ بنتكلم على الاحزاب المصريه. في احزاب مصريه يعني بخصوص الرئاسه ابدت موقفها، وفي احزاب الان ما زالت يعني تنتظر اعلان البرامج وغيره. طيب. قوه الاحزاب الرئاسيه، الاحزاب السياسيه في مصر وتاثيرها على المشهد سواء في الانتخابات الرئاسيه او في الوضع بشكل عام. اشكرك حضرتك رحت مجاوب بسرعه. كل الاحزاب السياسيه ان اجتمعت كلها على ترشيح ده او رفض ده تملك ايه من حصه في الشارع؟ قول لي حضرتك. ولا الهوى، بما فيها الاحزاب العريقه. مين يا استاذ؟ ما انا وانت اهو، انا وانت اهو. قول لي حزب مين النهارده في الشارع يملك تحريك الجماهير؟ مفيش. او حتى يملك ايقافها؟ مفيش. اديني برهان. انا بسال حضرتك. وانا مفيش. والله العظيم معاك مفيش. مفيش. انما مين بقى اللي يملك الشارع؟ الائتلافات، الحركات، فهمني. اي شيء ما هوش حزب سياسي، ما هوش كيان شرعي وقانوني. حزب النور ما عندوش القدره على التاثير في المشهد؟ لا. وباماره ايه؟ قول لي اديني اماره. ما حصلش يعني ما حصلش يا استاذ. وانت فاكر صحيح ان المشاهد احنا بنشوفها دي هي حزب الحريه والعداله؟ ابدا، دي حركه الاخوان المسلمين وهي حركه غير شرعيه. في النهايه انا قدام مشهد ما فيهوش كيانات سياسيه حقيقيه ليها تواجد في الشارع. طيب ليه بنتكلم بقى على ديمقراطيه وعلى سياسه وعلى نظام مختلف؟ يعني ليه؟ شفت اللي بقى. اساسه المفروض يبقى الاحزاب اللي المفروض على اساسه خلال السنين اللي جايه نشوف هذا الحزب ممثله في الانتخابات الرئاسيه فلان وحزب قوي، وهذا الحزب الاخر له مرشح. يبقى بنتكلم في ايه؟ حضرتك دلوقتي بتعليقاتك دي حطيت صباعك على جرح كل الناس هتحسه دلوقتي حالا.
حالا. احنا ما عندناش حياة سياسية حزبية حقيقية، وما عندناش بكرة فيه ايه، وما اهتمناش بان الاحزاب تبني لنفسها قواعد جماهيرية تستطيع من خلالها انها تحشد الشارع لصالح التنمية والعيش والحرية والعدالة الانسانية. لكن عندنا ناس بتناوئ سياسيا فقط لا غير، وبيدفع المواطن العادي من لقمة عيشه ثمن التجاذبات السياسية. احنا في مشهد كان ينبغي ان احنا نمشي فيه صح، الصح بتاعنا كان البرلمانية الاول، ومع ذلك كانت رغبة الاحزاب نفسها معلش احنا مش جاهزين دلوقتي، خلوا الرئاسية الاول. حاضر، اديك في الرئاسية عندك كم حزب اليوم، كم مرشح، فين المسألة صفصفت على انه اللي اعلن ترشحه حمدين صباحي ومحمد عبد الفتاح السيسي الذي كان حتى الامس مشير. طيب هيتفتح الباب يوم الحد، هنشوف كم اسم كمان نزيل. تتوقع؟ اتوقع طبعا. تتوقع ان جماعة الاخوان مثلا تدفع بمرشحين؟ لا ما انا قلت اتوقع بمرشحين، انما ان الاخوان المسلمين يبقى لهم مرشحين فكان من باب اولى ان هم يعترفوا بالقانون وبالدستور ويبقوا جزء من العمليه السياسيه. بالخفاء بالخفاء هيجيب مين يعني؟ ما هو ما فيش حد جاهز ليهم. عبد المنعم ابو الفتوح وقد علمنا ان الراجل قال انا ما حقدرش انزل قصاد شعبيه السيسي، نمره اتنين انا براهن على قيام ثوره ثالثه. طيب ايمن نور والراجل قال ما اقدرش. طب مين؟ مين الاخوان المسلمين اللي رهنوا عليه؟ مين؟ مين؟ مفيش حد. طب مين مجنون على استعداد النهارده انه ينزل للراي العام ويقول انا مرشح الاخوان المسلمين؟ مجنون مين؟ بعد ما الشارع كله ما شاف الاخوان المسلمين. طب ما هي الولايات المتحده الامريكيه في كل حادثها وفي كل تصريحاتها حتى اللي بيعتبر جزء منها ايجابي تجاه مصر وما يحدث في مصر الان يعني بتزيله بضروره دخول الاخوان في العمليه السياسيه. هو بوضوح بوضوح عايزين انكلوزيفيتي، عايزين شموليه في العمليه السياسيه بكل وضوح. وكان اخطر طلب ليهم مش عايزين السيسي ينزل ترشح للرئاسه، وما تقدرش تتصور حجم الهستيريا امبارح يعني من الساعه 10 وربع بتوقيت القاهره نيويورك تايمز برقت الباب والباقي في ظهرها هستيريا في الصحافه الامريكيه حوالين الرجل الذي قاد الانقلاب في الدوله المصريه يريد ان يترشح ليكون رئيسا لمصر. ما تقدرش تتخيل حجم الهستيريا في الصحافه الامريكيه شكله عامل ازاي. انا في وسط ده كله اليس هذا تدخلا؟ اليس هذا ضغوط خارجيه؟ طب اليس هذا برهانا ماديا على ان قضيه الرئاسه بقت شأن أمريكي؟ هو أنا ولاية؟ هو أنا بشتغل عندك؟ طب فين الكرامة الوطنية؟ طب فين استقلاليتي؟ طب فين حق الشعوب في تقرير المصير؟ وفي نفس الوقت أنت واقف تدعم الإخوان، أنت واقف مع الرئيس الإسلامي الذي تم إقصاؤه وبتقول إسلامي. الله، هو أنت بقيت حامي اللي هو الإسلام يا أوباما؟ طيب أوروبا واخدة الموقف بتاعتها دي ليه؟ ثم بعد كل الدوشة دي يملكوا لي إيه بقى في الإرادة الجماهيرية في مصر علشان يقولوا فلان ينزل وفلان ما ينزلش؟ سؤال خطير. لذلك زي ما بقول حضرتك بتؤكد ان كل ما يحدث في مصر الان هو عكس الاراده الامريكيه. تمام، مؤكد. امريكا من امبارح في حاله مش طبيعيه، والاداره الامريكيه في حاله مش طبيعيه، والراجل خلاص ساب زيه العسكري انتهينا يعني. لكن هم متصورين انه ساب زيه العسكري زي لابس الزي العسكري سيظل قائد للقوات المسلحه، لانه انت اصبح رئيسا للدوله بالتالي هيبقى قائد الاعلى للقوات المسلحه في حاله فوزه في الانتخابات. في حاله فوزه. ايضا هم كمان مش مع البدائل يعني. لما تيجي تقول طيب اوكي ايه هو البديل مين اللي موجود مطروح على المساحه الان واعلن ترشحه على مصالحك كامريكا؟ ما عندوش حد. امريكا مالهاش مرشح. انما امريكا عايزه الاخوان المسلمين يبقوا جزء من المشهد باي شكل من الاشكال. طيب وهل الاخوان عايزين يا استاذ اسامه؟ الاخوان كمان عندهم مشكله تانية، والصحافه الامريكيه قالت ده. قالت احنا مش عارفين الاخوان عايزين ايه، لان كل اللي الاخوان عايزينه واحد محاكمه واعدام السيسي، اتنين يرجع مرسي يبقى رئيسي، ثلاثه يرجع الدستور، اربعه يرجع مجلس الشورى بتاعنا، ويا سلام كمان لو رجعنا مجلس الشعب اللي حلوه اثناء وجود مرسي. مفيش عنت اكتر من كده، مفيش غباء ولا مؤاخذه اكتر من كده. ده اللي معلن. ده معلن عين عينك. وما يحدث ايضا في داخل الغرف المغلقه ولا ده المعلن بس؟ شوف يا فندم، ده مش بس كمان المعلن، ده اللي بقت عليه اجنده الحركه. ده اللي بتتصرف عليه فلوس، ده اللي يعني النهارده في اعمال. هل هم معتقدين ان ده ممكن يحصل يا استاذ؟ تخيل يعني. ما هو يا استاذ يعني تخيل. انا عشان كده بسال حضرتك، ده اللي بيعلنوه لكوادرهم وقواعدهم فقط في العلن وبيتكلموا في قصص اخرى؟ لا. في خلف الابواب المغلقه؟ لا. ولا ده اللي حاصل؟ دي الاستراتيجيه بتاعتهم؟ لا، ده دي الاستراتيجيه ودي اللي الفلوس بتنفق فيها.
خليني اقول لحضرتك ان في بيوم الحد اللي جاي قناه فضائيه جديده هتطلع في تركيا اسمها الشرق، دي فلوس. ايضا ان يبقى في فلوس علشان عقد مؤتمرات في لندن، فلوس علشان ناس تعمل مظاهرات، في اعلاميين مصريين على فكره، طبعا فلوس علشان في فلوس. ايه الاستراتيجيه بتاعته دلوقتي؟ انهاك الدوله المصريه واستنزافها والتشهير بها في نفس الوقت. خلاص ده التكتيك اللي هو شغال عليه. هدفه النهائي اسقاط الانقلاب. يا ابن الله يسترك، ده انا لو اعترفت زيك ان ده انقلاب، العبط اللي انت بتعمله ده ما يحركش حاجه. يا ابني فوق، مش حدش عايز يفوق. طيب خليهم بقى في غيهم يا عمهو، احنا مالنا؟ مين اللي مقرر ان تبقى هي دي الاستراتيجيه الخاصه بالاخوان؟ التنظيم الدولي. طب التنظيم الدولي بيشتغل عند مين؟ بيشتغل عند قوه عظمى ليها اهداف مش اللي قدام عينيك. حد لحضرتك مثال، انا النهارده كقوه عظمى خناقتي ايه في اوكرانيا؟ اصلا خناقه على الغاز وامدادات الغاز، وخناقه على النفوذ الاستراتيجي، أكيد. ووقف التمدد الاستراتيجي للدوله الروسيه. عشان اتمكن من ده لازم تركيا تمدني انا بالغاز مش روسيا. وعشان تركيا تعرف تعمل ده لازم سوريا تقع. لان خطوط الغاز بتمر كلها عبر الاراضي السوريه. فهمنا بقى الحكايه؟ لا سنه ولا شيعه ولا نيله ولا حاجه من دي خالص خالص من اساسه. ها؟ انما احنا عايشين في دوامه. طب انا كمصر، انا كمصر النهارده اخر الاخبار الموجوده في كل صحافه العالم انه مصر بتفكر في استيراد الغاز من روسيا. الله، ده مصر حسمت نفسها في هذا المعسكر. اوعى تنسى ان العالم خلاص انشق من جديد، الحرب البارده من جديد بدا الاصطفاف فيها، روسيا والصين من جهه، الاتحاد الاوروبي وامريكا من جهه اخرى. طيب هل مصر خلاص اصطفت؟ هل عرفنا رجلينا فين؟ اصطفت ولا يعني عندما يغلق باب امامك فيعني واجب عليك طرق باب اخر، مش موضوع اصطفاف او موضوع معسكر تم الوقوف فيه؟ هقولك يعني هل بدلنا حليف بحليف؟ هل بدلنا اللعبه هي كده طول الوقت يا استاذ؟ اللعبه طول الوقت هي كده. انت ايه مالك؟ هي لعبه مصالح. مين قال انها لعبه مبادئ؟ السعوديه مش دخلت في مشكله مع واشنطن دلوقتي؟ على خلفيه ايه؟ وموجود بكره واشنطن في الرياض، باعت الرياض لحساب التقارب مع طهران. طيب جت السعوديه طلبت الصين بالتدخل بقى في الملف السوري والتنسيق السياسي و الى اخره من الصين. اوباما بقى رايح الرياض. تفتكر رايح صحيح يرقى بالصدع وبتاعه والكلام؟ ابدا، راح يتكلم في النفط. اوباما لن يتحدث في الرياض غير عن امدادات النفط والغاز، وبالذات احتياطيات الغاز المتوفره في منطقه الربع الخالي والازمه السوريه. الربع الخالي، اما حكايه الازمه السوريه مصر فده يعني جزء هيتكلم في لا يتجزا من الجاز بوليتكس او استراتيجيات النفط والغاز، ما يعنيهوش اصلا. ثم ان دي منطقه بقى موجود فيها الروس والايرانيين، امريكا مش هتعرف تعمل حاجه دايما فيه الفيتو الروسي الصيني. نيجي بقى لقضيه مصر، يعني هيروح للسعوديه يقول لهم خف ايديكم عن دعم النظام اللي في مصر اصلا مش عاجبنا؟ تفتكر انه يغلط الغلطه دي؟ ابدا. ابدا، بالعكس، هو يعلم علم اليقين ان الطرف الوحيد في الخليج المناوئ للدوله المصريه هي قطر. مش كده ولا ايه؟ وان هناك اجماعا خليجيا على عزل خطر على على خلفيه المشهد المصري. شايف ان مؤتمر القمه العربيه هو بدايه عزله حقيقيه؟ كان فشلا ذريعا. مش بدايه ايه؟ ده كان فشلا ذريعا. الفشل كان نوع عنوان في الكويت. كل القاده والملوك العرب جايين باجندات مختلفه. وما فيش حد ادنى من الاجماع. ولما تيجي مصر الرائد والقائد الحقيقي للمنظومه تقول هدفنا الاولاني في العمل المشترك مكافحه الارهاب. ابدا، يبقى الهدف الاولاني ان احنا نودي سوريا مجلس الامن، اللي احنا عارفين ان احنا لو وديناها مجلس الامن هتلاقي برضه الفيتو الروسي الامريكي الصين. يعني احنا بنضيع وقت. في ايه؟ احنا قدام الاعيب كده عامله زي البهلوانات. الحقيقه بقى ينبغي على الدوله المصريه وعلى الشعب المصري ان يعرف مصلحته وان يفرض قوانينه وما يستناش قوانين حد. مفيش مسطره هتتجاب من اي مكان في العالم تعمل لك حدود، ده هيبقى طولك وده هيبقى عرضك. لا، احنا اللي هنحدد طولنا وعرضنا، احنا اللي هنحدد ديمقراطيتنا هيبقى شكلها عامل ازاي. عشان مفيش عن طريق مين يعني؟ يعني احنا اللي نحدد الشارع. الشارع هيحدد هيعمل ايه غير ان يعمل هو إيه بقى؟ ما عندوش الشارع ده صلاحيات غير ان هو ينتخب رئيس وينتخب نواب، يعمل ايه تاني؟ اصل انا وانت اللي واعيين فيها. طيب انت عايز تتملص وانا اتملص؟ الاعلام يا استاذ، الاعلام هو اللي بيشكل الراي العام، هو الذي يقود الراي العام، وانا وانت اللي متورطين، وبقيه الشاشات متورطه. انا وانت متورطين، احنا اللي قادرين نقول للراي العام ده قرارك ودي ديمقراطيتك ودي بلدك، خد فيها القرار اللي على مزاجك ومالكش دعوه بحد بره.
انما طول الوقت انا عمال اصدر له الحق امريكا، الحق ما اعرفش مين، الحق ده مين. معقوله انا عمال اصدر للمواطن طول الوقت ان لك حدود للحركه؟ تخيل، تخيل ان الاعلام الوطني، الاعلام الوطني بما فيها ماسبيرو متورط في ده، حد يصدق ده؟ حد يصدق انه حتى هذه اللحظه انا لدي اعلام مجانا والوجه الله يقاتل شعبه؟ يعني ومين مين ماسبيرو برضو يا استاذ اسامه؟ يعني انت بتتكلم على قوة عظمى، بتتكلم عن دول كبرى، بتتكلم على يعني تملك لك ايه يعني؟ يعني لا مؤاخذة هيعملوا لك ايه؟ يعني يا استاذ إيه؟ اسامه يعني لا هات لما بنتكلم على بنتكلم آخر. على اقتصاد، بنتكلم على اموال، بنتكلم على منح، برضو بنتكلم آخر. على اشياء ما جابلكش ها بعده في ايه؟ ما منع يا استاذ، ولسه ما منعش ها. وبعدين ما متش مجوع يعني الله، ما انت تعرف تشتغل وتاكل يعني الله. مش قضية الولايات المتحدة دي انها يعني بعمل تحالفات انها لو يعني ما يبقاش في استجابة لبعض الامور توقع او تساعد في توقيع بعض العقوبات في بعض الاحيان يعني. طب هي فعلا تقدر على ذلك؟ بسألك، ما انا معاك اهو، ما تديني امارة، ما تديني امارة انه يعرف يضر وينفع، اديني امارة. احنا وقعنا الناس في وهم نفسي. على سبيل المثال امريكا ورا، امال هي قوه عظمى ليه بقى؟ اشكرك. واسال بقى الكلام ده في قصه القرم وقصه اوكرانيا والنبي، وخلي الناس تبقى تسال هي قوه عظمى على ايه؟ ما تسالنيش هنا. انما في قصه اثيوبيا مثلا، مثلا سد النهضه، تلاقي امريكا موجوده واسرائيل موجوده وتركيا موجوده واطراف دوليه كتير، والصين موجوده يعني ليه؟ مرتع في الحقيقه. ليه؟ هو صحيح هيعملوا سد النهضه؟ ابدا. تعرف الحكايه اخرها فين؟ هو ايه اللي ابدا؟ اه والله العظيم الحكايه اخرها ما تتخيلوش. يعني ايه؟ يعني ايه مش هيعملوا سد النهضه؟ شوف يا استاذ اللي شغالين فيه ده اللي كل ويتحط فيه زي ما انت عايز مليارات لان ده ارخص بكتير من الحاجات الثانيه. المطلوب من مصر انها توقع على اتفاقيه اطاريه بموجبها يتم تسعير المياه، بموجب تسعير المياه اسرائيل تاخد منك ميه. خلصنا؟ جبت اخر الشارع؟ خلاص بقى، العاب بهلوانيه بقى في الوسط وحلق حوش. كل ده ما يعنينيش، اخركم طلباتكم ايه؟ مصر توقع على اتفاقيه بموجبها تعتبر الميه زي النفط، يتباع الميه لاسرائيل وتاخد ترعه، وليبيا لو عايز تاخد وغيره ياخد. تاني الحكايه في تسعير المياه. تاني 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 تسعير المياه تاني. يعني القصه دي حضرتك بتقول لي انها قصه سد النهضه دي معموله كلها نوع من الضغط على الدوله تيجي بقى احكي لك حكايته من اجل ايصال المياه الى اسرائيل. تسعير المياه انك بفلوس بتسعير زيها زي النفط زي الغاز. قصه سد النهضه دي هيحصل وهيتوقف اللي بيحصل في سد النهضه ده لما بقول لك قصه سد النهضه دي بدات سنه 1957 عقابا لعبد الناصر الذي امم قناه السويس، قال ليه؟ عايز يعمل السد العالي فيتعمل له بقى سد النهضه. طيب ما تعملش ليه من سنه 57 لحد 2011؟ ما منعهم يعني؟ خلاص جينا سنه 2000 عقد في اسوان، سنه 2000 عقد في أسوان مؤتمر عالمي للمياه، طرحت فيه فكرة تسعير المياه. وكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حاضرين بكثافة في هذا الموضوع، وكان الدافع والمحرك الكبير كانت إسرائيل، لأن إسرائيل عايزة تفريعة تاخد بها مية النيل، لأن إسرائيل ما عندهاش مية بعد 5 سنين بس. مين ساعد إسرائيل بقى طيلة الألفينيات دي بقى لحد ما وصلنا 2011؟ مين كان بيساعد إسرائيل في إفريقيا؟ القذافي. صدق او لا تصدق، ما طول الوقت كانت لعبه ايه؟ ما بقول لك من سنه 57 اللعبه كلها لعب استراتيجي، اللعبه كلها لعب الضغط على الدوله المصريه الاول علشان ما تبنيش السد العالي وتنتج كهرباء، وبعد كده تامن قناه السويس. ده انت عملت مصيبه اكبر. ليه؟ لان قناه السويس دي حتى هذه اللحظه اللي انت عارفين فيها دي معلومه كده نحطها بين قوسين ويبقى نراجعها. الشركه العالميه لقناه السويس لسه ليها مكاتب مفتوحه بباريس لحد النهارده. واحد الكتاب الكبار قوي من كام سنه في قناه الجزيره لمح وقال كده ولقح وقال مصر اممت الشركه العالميه لكنها لم تؤمم القناه ذاتها، القناه نفسها، وكان مصر كان ينبغي ان تؤمم ارضا هي جوه ارضها. وبالتالي لا يزال الصراع حول قناه السويس شغال، لا يزال الصراع حول مياه النيل شغاله، لا يزال الصراع فيما يتعلق بدورك الاقليمي وبالذات الاقليمي العروبي. مره تانية هتقول لي وحده مع سوريا، مره تانية هتقول لي وحده اندماجيه مع مين، تاني هتطلع لي الطيارات القوميه، ديني طلعت لك يا حبيبي الطيارات الدينيه وقلبتك سنه وشيعه عشان اخلص منك ومن حكايتك. وبمناسبه الطيارات الدينيه، الرئيس القادم ايا كان، وما تقوليش رئيس الوزراء هو اللي يتصرف برضه، الرئيس القادم يعني كيف يمكن ان يتعامل مع جماعه الاخوان او ما تبقى من جماعه الاخوان بعد توليه الرئاسه؟
كيف يمكن أن يتعامل مع الجماعات اللي ليها علاقة أو مرتبطة بشكل أو بآخر بمصالح مع جماعة الإخوان بنفس المنهج اللي حاصل دلوقتي ولا في اختلاف؟ أديك سألت سؤال أقول لك ما جاوبلكش عليه لأنك بتقوليش الدستور. الدستور حدد أعطى صلاحيات رئيس الجمهورية واسعة في السياسة الخارجية. يا أستاذ أسامة إحنا بنتكلم في مصر، بنتكلم في رئيس الجمهورية. الدستور بتاع مصر اللي أنا وأنت رحنا وقفنا وادينا له أصواتنا، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. هنهدره علشان الانتخابات الرئاسية اللي جاية؟ مش ممكن. الرئيس اللي جاي ده أول حاجة بعد ما يبقى رئيس هيعمل إيه؟ هيقسم بالله العظيم أن يحترم القانون والدستور. إزاي بقى؟ خلاص. هي إيه مصيبة مرسي؟ لم يحترم القانون والدستور. هي ده الموضوع. خليني أهرب من إجابتك دي وأقول لك النظام القادم. النظام السياسي القادم. النظام السياسي القادم. برئيسه رئيس وزرائه بيبي لآخره. عندك مشكلة إرهاب. مشكلة الإرهاب دي دايما مشكلة ليها جذور. الإرهاب ما يعرفش يتحرك من غير بيئة حاضنة بالمناسبة. ما فيش حد كده زي العمليات الخاصة هينزل ويختفي، لا يمكن، لازم بتبقى فيه بيئة حاضنة. اتفضل بقى حضرتك ناقش البيئة الحاضنة. التعامل الأمني على فكرة مسكن أول عن آخر، مسكن. لكن عشان تقضي على الإرهاب، واحد بتجفف منابع تمويله، اتنين بتعرض هذا الفكر للنور بقى، فين اللي فيه صالح وفين اللي فيه طالح. تلاتة، ما الذي يدفع المواطن البسيط المحترم إلى ممارسة العنف؟ وكيف يستحل دم أخوه؟ كل ده بيتناقش علنا وبيتعره علنا وبنتكلم فيه بوضوح شديد. أنا عندي معدلات فقر تجاوزت 52%، لازم أعالج ده إذا كنت عايز أقضي على الإرهاب. عندي معدلات أمية 48%، لازم أعالج ده. تعمل بعقاع مش صف. أشكرك. لازم نبتدي من تحت، وده دوري ودورك ودورنا احنا الاثنين ودور الشاشات الوطنية. ده دور كل وطني ان الشاشة بتاعته يسخرها من اجل ان احنا نعالج من الجذور. لكن فلان نازل، اهلا وسهلا، هل يمنع نزول غيره وغيره وغيره؟ ماذا لو رأينا في مرشح احنا مش شايفينه بكرة ولا بعده حد فعلا تنعقد عليه الامال؟ ايه المشكلة يعني؟ ليه من بدري نحسم اختياراتنا؟ ثم هل كل دول قدموا ورق؟ طب كل دول اتكشف عليهم طبي؟ ماذا لو حد فيهم طلع عنده مشكلة ذهنية؟ هنعمل ايه؟ يبقى الشارع ده كله اتحشد لايه؟ يا اخوانا احنا عايزين بس ما نحطش العربية قدام الحصان. ياريت نحط دايما استني تشوف مين اللي ممكن يترشح، استني تدرس كل المرشحين. وعندي اتنين امتنعوا عن ايه؟ معرفش. هل الناس بتنتحر دلوقتي علشان خالد علي منزلش ولا عبد المنعم مفتوح منزلش؟ طب هل الناس مقطعة نفسها في الشوارع من اجل حمدين او من اجل السيسي؟ لا، انما في حاله من حالات الاحساس بان في مستقبل جاي، ها هيحصل استقرار، هيبقى عندنا رئيس، هيبقى عندنا برلمان. طب يلا نشتغل. ما ده ادعى ان احنا نشتغل. لو كلنا ابتدينا شغل وحاربنا الانفلات الامني، اذا لمهدنا الطريق للتغيير. ولكن كل واحد فينا قاعد على الكنبه بتاعته مستني بقى اخر هو اللي يحل له مشكلته. اذا بصينا لمشاكلنا، مشاكلنا عماله بتتعقد والتهديدات بتزداد والمخاطر بتزداد. وطول ما الدوله المصريه فيها حاله فراغ استراتيجي، طول ما الدوله المصريه دي هتبقى مطمع للي معدي ورايح وجاي. خلينا نقول ان في اللحظه الحاضره على الشارع ان يعي ان الحكايه مش في ايد فرعون. ما فيش فرعون جاي هيحل لك مشاكلك. حل مشاكلنا بالعمل، وعشان نشتغل عايزين ضبط الامن. كلنا بقى نتكاتف في ضبط الامن. يا ريت كل واحد فينا في الشارع يلاقي عيل معاه مولوتوف يقول له بلاش يا بابا. يا ريت كل واحد ابنه خارج وهو يعلم ابنه خارج بينيه ليه يقول له يا ابني خليك قاعد، بلاش تروح النهارده. ما فيش داعي ان احنا نقعد طول الوقت نسمي حرق المال العام ثوره ونسميه نضال. بلاش طول الوقت نسمي حاجات على غير مسمياتها. في ناس بتقول ان الحل في هذه الامور ولن تتوقف كل هذه الامور غير لو حصل ما يسمى بالمصالحه. مثلا هو انا المصالحه دي يحصل؟ المصالحه دي على ارضيه ايه؟ ان انا وانت مختلفين ولا انا وانت متصارعين؟ اصل متصارعين يبقى تسويه على طول، لابد يحصل بيني وبينك صفقه. انا وانت في صراع، ولا انا وانت مختلفين ولازم يبقى في تكافؤ كمان اعتقد، مش كده ولا ايه؟ وانا وانت مختلفين. طيب مصالحه مع مين؟ قول لي بس. واحد رافضك ده مش شايفك يا استاذ، يا أستاذ حضرتك مصري مش كده؟ هو مش شايف نفسه مصري، هو شايف نفسه مؤمن. أنا وأنت شعبين، أنا كائنات غير بعض. لما لو أنا وأنت على أرضية المواطنة الحقوق والواجبات في بيننا وبين بعضنا نزاع هيتحل. ما هو طول عمره شايف نفسه كده وشايفني كده، بس كانت بس أنا عصرت على نفسي لمونة عندها القدرة على احتوائه بشكل ما، مش كده؟ طول عمره في السنين السابقة، احنا بنتكلم على يعني جماعة 80 عام، بنتكلم على نفس فكره ده هو هو، بس انا كدولة كان عندي قدرة على
احتواءه وتحجيمه كمان على حاجة أخطر. 80 سنة من المظلومية هو ما يعرفش يعيش من غير المظلومية، ما يعرفش يعيش غير في دور الضحية. فلما خرج من دور الضحية إلى السلطة عاش برضه بدور الضحية. حد يصدق في الدنيا إنه رئيس يحكم وحزب بطبع عامل اعتصام والرئيس في السلطة بيعتصم؟ مظلومية يا ابني، ده انت اللي في السلطة يا حبيبي، ده انت اللي في السلطة عامل اعتصام. الاعتصام كان موجود ومرسي في السلطة، واعتصام سمى الشعب المصري كله كفار وفاسقين، وبعد كده سمونا عبيد البيادة وسمونا مين يصالح مع مين؟ مين مفروض يروح يطيب خاطر مين بالعقل؟ مش مفروض ان يعتذر الى هذا الشعب من اخطأ في حقه؟ ولا هم الشعب واحنا لا مؤاخذة شوية الدخلاء؟ فهمني. ثم انا النهاردة في ظل وضع اجتماعي، هل احنا فعلا في حرب اهلية؟ لا، احنا في تجاذب سياسي. احنا النهاردة مش بنمسك بعض نقطع حضن بعض في الشوارع على خلفية ان فلان اخواني وفلان مش اخواني. انما في ناس طالعة بدأت تحصل حاجات زي كده أصول. في ناس ضد العنف انما مش ضد الشخص. مفيش، شوف الشعب المصري كله متدين، محدش يقدر يحتكر الدين، انسى. انا يا اخوان مسلمين وانا كمان يا سيدي مسلم، انت لا فضل لك علي. ما تقوليش انك انت اللي فاهم الدين وان انا اللي كافر، عيب، ما ينفعش. وايضا على خلفيه المواطنه، ده انت جاي تتكلم على الشرعيه والصندوق والرئيس المنتخب، يا ديمقراطي يا جن، ده انت فاشي، ده انت اول حاجه عملتها اقصيت السلفيين اللي هم اسلاميين. في ايه؟ قفلنا لك كام قناه؟ طب وانت قفلت كام قناه؟ شهرت بمين؟ طب وانت شهرت بمين؟ ده ما فيش مصيبه حصلت فيه ما بتتعملش فيه، ده كله حصل في الماضي. انا بتكلم على المستقبل يا استاذ. ما فيش مستقبل للاخوان المسلمين كحركه في مصر ولا كفكر في العالم. هم هيرضوا بده؟ لا، هو بمزاجه، اصل ده مش بمزاجه. مش مساله ممانعه ومقاومه. من اجل ايه يا استاذ؟ قول لي ايه في الفكر ده يخليه يعيش ويستمر؟ اذا كان تمكن من السلطه وفقدها في اقل من 12 شهر، في اقل من 12 شهر. الناس دول لا يعترفوا بالدوله ذات السياده. والشباب اللي بيعملوا في الجامعات دي ايه اللي يخليهم يقفوا عن اللي بيعملوه؟ امسك بقى الشباب دول، تشريحهم الاجتماعي والاقتصادي والنفسي، وايضا هو طالب في كليه ايه، وحاجات كتير كده، وقول لي دوافعه ايه. وانا سالت في بدايه الحلقه، اخرك ايه يا ابني؟ طلباتك تيجي تستولي على الحكم؟ تيجي انت تدير البلاد؟ ميمي وتوتو هيجوا يمسكوا الوزاره؟ تعالى يا حبيبي وهجيب لك اللي انت عايزه. خلاص بقى، اخلص من الوهم والهيافه اللي انت فيها. لكن اذا كنا بقى في ترامادول والواد عامل دماغ صراصير، يبقى انا مش مطالب باحترامه. انا متاسف، هذا المجتمع له قيمه، وجزء من قيم هذا المجتمع انه الصغير بيترحم، الكبير بيوقر، وانه عالمنا له قدره. اسمح لي نهدئ شويه من سرعه اللقاء ونطلع فاصل. استاذ اسامه الدليل، رئيس قسم الشؤون الدوليه بالاهرام، باقي معانا ان شاء الله بعد الفاصل اللي هنبداه. هنبدا الفقره فيه باخبار راس الساعه، ونواصل بعدها اللقاء مع الاستاذ اسامه الدليل. خليكم معانا في صوت الناس لو سمحتوا، تابعونا. اهلا بيكم، اهلا بالاستاذ اسامه. استاذ اسامه، كنت بتقول لي الطلبه اللي عند الجامعه دول واخرهم ايه وهيعملوا بالزبط. ايه وعايزين ايه في النهايه؟ شايف التعامل معاهم في الوقت الحالي ده ازاي؟ شوف، لما حد بيبقى بيشرب ميه، اكيد قبل الشرب ده في حاجه اسمها عطش، وبعد الشرب في حاجه اسمها الارتواء. صحيح. انا اما ابص على الدافع وراء ما يقوم به الطلاب، وباخد ده من شعراتهم، باخد ده من اليافطه بتاعته، باخد ده من حركته، اتجاه الحركه بتاعه فين. انا مانيش لاقي غايه. انا مش لاقي غايه، انا لاقي شغب للشغب، انا لاقي حرق لحاجه هو يمتلكها. ليه هما بيقولوا عايزين مرسي يرجع؟ تفتكر ده يرجع مرسي؟ هما شايفين كده. يبقى ده لا مؤاخذة معتوه، يبقى ده لازم يتحط في مستشفى الأمراض العقلية مش جوه الجامعة. يبقى معتوه، ده منطقي ولا أنا بتكلم كلام مجانين؟ اللي يتصور إنه مرسي يرجع بحرق جامعة القاهرة أو بحرق جامعة الأزهر، ده محتاج يتعالج نفسيا وعقليا، مش كده ولا إيه؟ طيب، واللي بيقوم بده بدفع الانتقام فقط،
من ايه؟ هم برضه مشكله ثانيه. هم شايفين يعني ايه شكل المظلوميه؟ اللي بيقتلوا الظباط واللي بيقتلوا الافراد واللي بيقتلوا المجندين واللي بيحرقوا عربيات الظباط وافراد الداخليه هم بيقول لك انا كده بنتقم من اللي عملوا مش كده يعني ما يسمونه بالانقلاب. كل اللي حضرتك بتقول عليه اليس هذا هو مظهر لخلل ذهني ونفسي يتم التعامل معاه ازاي بقى استاذ يعني هات لي دكتور امراض عقليه وخليه يتعامل معاه انما ما تقوليش الدوله المصريه يعني. بس خليك معايا ما تقوليش ان الدوله المصريه ينبغي عليها أن تضع اعتبارا للإجرام وأن تجعل الإجرام رأسا برأس الدولة وتعال نتصالح ونتفاوض أو نشوف طريقة. طيب يعني محتاج قوة أكتر في التعامل ولا محتاج حاجة بجانب القوة تحصل؟ لا قلنا بقى أهو قلنا أهو أنت عندك بيئة حاضنة. البيئة الحاضنة دي فيها إيه؟ فيها تمويل مال سياسي جففه فيها ترامادول روح صادره لأن البلد دي دخلها كتير كتير قوي من الأشرطة المخدرة. في ظهرها ايه؟ حزب سياسي. فين الحزب السياسي ده؟ الحركة السياسية خلاص حزرت. ده ما حزرتش. انت عندك تحالف بيطلع بيقول بياناته عادي جدا. ده هو حر بقى. هو حزر قانونا. يعني انت بتشتغل بره قانون على فكرة هو ولا يعنيه قانون لانه ما بيحترمش. طيب قانون. موجود وبيطلع يقول بياناته لحد اخر مرة. تمام. اللي كانوا هيقولوا فيها البيان دي. سيادتك بتعمل ايه بقى؟ الشرطة راحت كانوا هيقولوا البيان. تمام. بشكل عادي. قول لي بقى اهداف سيادتك ايه؟ قول لي بس عايز ايه؟ الاستيلاء على الدولة المصرية بأمرة ايه؟ طب تملك ايه؟ طب تعالى انا وانت نلعبها لعبة تانية خالص بالعقل برضه عشان دول مجانين اصلا ومحدش عايز يصدقني ان العالم دي عندها هلاوس ذهنية. هما بيقولوا ان انت اللي استوليت على الحكم قهرية. انا هعتبر ده. خليني اعترف ده عشان يفرحوا ياخدوا ده يحطوه في الجزيرة. خليني اعترف انك لم تستطع ان تحافظ على ملكا كالرجال وقعد دلوقتي تبكي كالنساء. وانك لم تستطع ادارة دولة فيها جيش هو العاشر عالميا وهو الاقوى في الشرق الاوسط. انت لم تستطع ان تدير دولة فيها مؤسسات مش موجودة في الشرق الاوسط غير عندك. المركز القومي للبحوث، اكاديمية نصر العسكرية، معهد علمي مرعب ما فيش زيه في الشرق الاوسط، مؤسسة عريقة جدا ودولة عميقة للغاية. فاشل. فين المظلومية في الفشل؟ هم مش مقتنعين. بيقولوا ان هم ما خدوش فرصته. لا يا راجل. كان المفروض ياخد فرصته لحد يبيع حلايب وشلاتين. كان المفروض ياخد فرصته لحد ضم حلايب وشلاتين لحد ضم اجزاء 60 كيلومتر من سيناء الى غزه. كانوا هيسيبوا سيناء وكانوا هيبيعوا حلايب وشلاتين. ده موضوع خلصان. ده خلصان. ده قضي. كان هنسيبهم لحد ما الدوله التركيه الباب العالي في الاستانه هو اللي يدير الدوله المصريه. كنا هنسيبهم لحد فين؟ قول لي بس. باعتبار حضرتك صحفي طبعا عارف ان كانت وكاله الاناضول هي البوابه الرسميه لاخبار الرئاسه. مش يعني كده ده بتاخده قبل وكاله انباء الشرق الاوسط. قال نشيل الف كان الاختراق. كنا بنتابع في ايامها الاناضول الاختراق لهذه الدرجه. طيب عند رئيس كذاب قال مشروع النهضه و200 مليار دولار وعديناه. ده اسمه نصب احتيال بس عديناه. بلعناه. قال برنامج ال100 يوم فشل عديناه. طلع يتكلم على التوك توك. لحد في امتى؟ مع كل الاحترام لسائق التوك توك طبعا واصحاب التوك توك ذاته. يعني مع احترامي للتوك توك ذاته. ايه في ايه وصوابع انت بتاع ايه؟ قول لي انت بتاع ايه؟ انت تدير ايه؟ فهمني. طيب اذا انت قررت الا تدير دوله وانت هتدير جماعه وانه الدوله دي ما ينفعش تبقى دوله، احنا هندورها بطريقه الاماره. حتى لم تتمكن من ادارتها كاماره. ما في امارات ناجحه. ما انا عندي اماره دبي. إمارة ناجحة جدا جدا نموذج مش بطال أبدا في التجارة والسياحة ولا وعندهم مصايبهم برضه. لكن ما هيش إمارة. هذه الدولة العميقة لازم تتهد. يعني عايز تعمل إيه؟ القضاء فاسد. حد في الدنيا رئيس جمهورية في الدنيا أقسم بالله العظيم ثلاثا يطلع شهر بقاضي على باسم الرباعي وتقول لي رئيس أنتوا مجانين ولا معاتيه ولا وضعكم إيه؟ دول شويه معاتيه عندهم وساوس قهريه وهلاوس سمعيه وبصريه والعيال دماغها كلها زي ما قلت لك. هل المفروض ان ده يرتب علي انا عبء؟ يرتب على الدوله ان تضع الاجرام راسا براس؟ طب ما كان من باب اولى بقى تفهمنا مع تجار المخدرات ومع مهربين الحشيش وبتاع وخلصنا ونخلص من وجع القلب ده. لا، الاجرام يفضل اجرام ويتحط في مكانه. انت مش معترف بالقانون بس انا بقى بالقانون هخضعك. ما انتش معترف بالدستور ولكن بالدستور. والا سيب الوطن ده شوف لك وطن تاني. ده حله الوحيد. طيب هل فعلا مصر شعبين؟ لا. مصر فيها طائفه من الناس قررت ان هم المسلمين وان ما دونهم هو الكفر. وعايز اذكرهم بقى في 18 يوم في ميدان التحرير. حضرتك كنت مراقب ومتابع في ميدان التحرير في 25 يناير.
سمعت كده حد بيقول الشعب يريد الشريعة الإسلامية؟ أبدا. طب الشعب يريد الليبرالية؟ أبدا. الشعب يريد عيش، حرية، عدالة. أستاذ أسامة الدليل، رئيس قسم الشؤون الدولية بالأهرام، استمتعت بوجودك واستمتعت كمان بمناوشتك. أشكرك. شكرا جزيلا لي. شكرا. بعد الفاصل إن شاء الله، وبمناسبة مرور نصف قرن على إذاعة القرآن الكريم، معانا مجموعة من نجوم هذه الإذاعة الكبيرة، نحتفل سويا، نسألهم عن طموحاتهم، عن أحلامهم لهذه الإذاعة، ونكلمهم كمان عن طموحاتنا وأملنا لهذه الإذاعة في صوت الناس بعد الفاصل. لو سمحتوا خليكم معنا.